امبارح مرتبة يعني تعتبر. فقبل ما بلش ترتيب رح احط هذا الماسك وبعدها ببلش. صار احسن يعني ترتبوا القصص هون. فكمان رح اشغله انا عم اشتغل عشان ينشرون وينشفوا. هيدي كان عندي الا ازازة مكسورة فرح استخدم هي شمعة طالع عندي وجعليتها بس لسه بدها تنظيف شوفوا. فرح انظفها واعملها. هذا طلع طويل هلا راح اقصره. هلا هيدي القنينة كانت عندي من زمان في بقلبها لسه قنينة بس انكسرت فخليتها قلت بستخدم هدون فهلا هدون راح الزقهم على هي. هلا بعد ما لزقتهم خلص عندي الخلاص يعني بقي القليل ف بخيت بالبخاخ الذهبي اللي هو هذا فبخيت على نصها الضايل واللي باقيين عملتهم هيك. يعني كان عندي بخاخ زهري نفس لون هي بس شو ما اشتغل لبعد ما بخيته وخلصت. سامي فاق فصار وقت الأكل. هلا بهذا الدي اي واي بدي غير هيدي النفتة مشان تصير حلوة. طبعا بحب اللون الزهري فرح ابخها اول شي بس مو هون بالبرندا. هلا بستنى لتنشف بعدين بقيم النايلون الفوقاني. بعد ما نقيم النايلون رح الزق هي الشريطه فوق مثل هي. صار وقت النني. هذا هو الزينة اللي عملتها. السلام عليكم. لا بليز دونت كوم. سو هيدي هي الزينة شوف ما احلاها. فهيك صار شكلهم هلا. رح اضيف لهم هلا هيدي سامع مساعدني كالعادة صار لأربع شهور وهلا مشان يلبقوا مع بعض رح اضيف شرايط حمر على البوالين. وهيك صار اللوك النهائي. Thank you.
قصدي هدون أغطية ترميز صغار كتير رح أبخهم بالزهري. لزقت هيدي الشريطة أو القماشة بتجي يعني شريطة لزقتها، وبعدين هذا الغطا بعد ما بخيته رح أحطه هيك، وضفت طبعا ورق هون، بحط الشمع. وهي اجينا البحيرة. يلا وجينا. هاي اخواتي الباقيين. وينها؟ بيتها. وانا وسامي عم نلعب بالحجر. اوه سامي رح يوقع. انتبه سامي.